هنا عندك الفاينل انرجي نصف في الكتلة في الفيلوسيتي اللي انا احتاجها. فهنا مجرد راح تكامل من الصفر للاس. ليش من الصفر؟ لانه from rest to s، بعدين تعوض الاس يساوي 3. هاي هنا تكامل طبيعي، بس هذا الجانب تكامله. ليش هذا الجانب فقط كامل؟ لانه هذا variable force. ارجع المحاضرة السابقة مال الورك، من قلت لك اذا عندك variable force تاخذ integration من صفر للاس، لان هو شنو هو الورك؟ هو f ds، فتاخذ integration من space. بينما الوزن هو ثابت constant force، فمجرد تضربه في s طلعت هاي velocity، تعوض 3 طلعت السرعة. هاي عندي معادلة ال velocity. معادلة ال velocity هي ال velocity شو تساوي؟ هي مشتقة الإزاحة للزمن، صح؟ هي مشتقة الإزاحة للزمن. يعني الإزاحة شو تساوي؟ هي تكامل السرعة بالنسبة للزمن. فأنت عندك هاي المعادلة، مجرد تكاملها من صفر إلى ثلاثة. ليش من صفر إلى ثلاثة؟ لأن هذا from rest، هاي final displacement اللي هي 3 متر. مجرد هذا التكامل، حتى شوي لازم طلابنا شوي لازم تقرون محاضرات التكامل والتفاضل بالرياضيات، لأن احنا أكثر شغلنا تكامل تفاضل. حتى لا أحد يسألني هاي شلون صارت، ديش شلون صارت، هاي كل الأساسيات المفروض ماخذيها بالإعدادية وماخذيها بالأول وبالثاني أيضا. فطلع الزمن اللازم حتى يرتفع هذا البيم بمقدار 3 مترات، هو استغرق تقريبا ثانية وثمان أعشار. المثال رقم 2، المثال رقم 2 أيضا جدا مهم وبي فكرة، أرجوكم تنتبهوا على هذا المثال. المثال يقول لك هاي اكو بلاتفورم بي، اهمل وزنها مثل ما موضوح بالشكل، اهمل وزنها. هاي مربوطة، شوف هسه ترى، شوف هاي مربوطة في من 4 جهات. طبعا هاي بيها سبرينج، هذا السبرينج طوله متر، بس شنو مضغوط هذا السبرينج بحيث اصبح ارتفاع 0.4، يعني كأنما مقدار الانضغاط هو 0.6، صح؟ نعم، تو انه مضغوط 0.6، فالمتبقي 0.4 هو طول السبرينج 1 متر. طبعا اذا وضعنا بلوكه او طابوقه او اي شيء وزن 2 كيلوغرام على هذا السطح وضغطناه وبعدين اطلقناه، يعني ضغطناه مقدار، شوف هنا كانت 0.4 اصبحت 0.3، يعني نزل مقدار 0.1، push down 0.1 متر، وبعدين اطلقناه وصعد الى اعلى ارتفاع. فانت متوخر ايدك فتلقائيا بما انه هذا سبرينج، فراح يرجع رد فعل، فهاي راح تنطلق الى الاعلى. المطلوب هو شنو؟ جد اعلى ارتفاع تصله هذا البلوك منا، اعلى ارتفاع from ground، يعني measure from the ground يقصد به منا، يعني هذا ايش قد صعد زائد 0.3، واضح طلاب؟ طبعا هذا الستيفنس مال السبرينج هو 200 نيوتن بير متر. تجي هنا تطبق البرنسبل اوف ورك اند انرجي، من قلت لك انا فروم ريست، يعني شنو يعني انيشال انرجي كول زيرو، زائدا هنا أنا اجي احسب الشغل مالتي. اذا انا عندي شنو فورس؟ من اجي على الشغل كم فورس عندي؟ عندي السبرينج، صح؟ وعندي الوزن، وزن طابوق، لان هذا محمل الوزن. عند السبرينج احنا قلنا بالشغل بالمحاضرة السابقة فصلناها شنو الفورسز اللي تولي الشغل، من ضمنها السبرينج. معادلتها اللي هو نصف كي اس سكوير 2، ها 2 ماينس نصف كي اس 2 سكوير، هاي اس 1 سكوير، هاي اس 2 سكوير. طبعا الشغل مال السبرينج هو بالسالب، شوف سالب نصف 200 نيوتن 0.6 متر. ليش 0.6 وهاي 0.7؟ هذا S2، يعني هذا من هذا مضغوط 0.4. انا هسه من ارفع ايدي، هذا وين راح يرجع؟ راح يرجع يكون قد مضغوط
بوينت 6، يعني الاس 2 جيت بوينت 6، بينما من انا مضغوط يعني الحالة رقم 1 انضغط ايش قد من صار بوينت 3، هو اوريدي بوينت 6 بلس بوش داون بوينت 1 متر، فصار ايش قد التوتال صار بوينت 7. هاي هنا كل هذا الكلام هذا هنا مشروح، فراح يكون ال S2 هي 0.6 S1 0.7. هاي اذا هاي الشغل الناتج من السبرينج ماينس الشغل الناتج من الوزن، هذا الوزن البلوك مضروبة في 9.81، طلعت فورس تضربها في الديسبليسمنت اللي هي H ماينس 3. ليش H ماينس 3؟ لأنه هو الديسبليسمنت مجرد هاي اللي هو H ماينس 3 راح يبقى بس هاي راح تعتبر الديسبليسمنت، عندك هاي المسافة هي الديسبليسمنت اللي هي شو تساوي H ماينس 0.3 يساوي صفر. ليش يساوي صفر؟ هنا الفاينل انرجي، شوف هذا الانيشال انرجي قلنا يساوي صفر، ليش؟ لأنه اعتبرنا انه from rest مثل ما مذكور بالسؤال، ف from rest ال velocity equal 0 ف نصف mv square 1 equal 0 equal 0. ليش هاي equal 0 الفاينل؟ يعني نصف mv square. ال v2 ايضا صفر، انا ايش قلت لكم طلاب؟ دائما من ترتفع اعلى ارتفاع من تصل هاي البلوك اعلى ارتفاع هنا ال velocity راح يساوي صفر، يعني هي بدت from rest انتهت تقريبا ريست لحظي قبل لا تنزل، فهي ماكسيمم اتش عندما في 2 يساوي صفر، فهنا الفاينل انرجي ايضا تساوي صفر. فاذا هنا كلها معلومة عدا الاتش اللي انا اريده، طلع تقريبا 0.963 متر. واضح طلاب؟ طبعا عندكم هذا المثال الثالث، ايضا شخص وزنه 40 كيلو هنا from rest نقطة A، هذا الكيرف هاي معادلته الى ان وصل مطلوب جد السرعة، عندما يصل الى نقطة B هنا مثل الزحلق على هذا اللي هو smooth water slide يعني ماك فريكشن فورس، وجد النورمال رياكشن على هاي النقطة. فأيضا سوي free body diagram، هنا عندك هنا principle of work and energy of from rest هذا يساوي صفر. أنا إيش عندي هنا؟ عندي مجرد الوزن، وزن الشخص اللي هو 40 تضرب في 9.8، مو تبقي 40 مو بالكيلوغرام، لازم تحوله إلى force تحوله إلى تضربه في 9.81 في 7.5 هاي الإزاحة، لأنه كان نقطة A نقطة B، فيعني هذا العمودية نزل 7.5 متر، هاي displacement حتى طلع الشغل، بينما ال final energy تساوي نصف الكتلة. شوف هنا أنا force، هنا أنا كتلة v square، هنا طلعت السرعة، هذا المطلب رقم واحد. المطلب الثاني هو انت عندك الرو اذا ما اخذيها بالنورمال تانجنشال كومبوننت، تذكرون الحركة النون لينير كيرف لينير موشن نورمال اند تانجنشال كومبوننت، عندك هذه المعادلة هاي لازم تحفظها تطبقها، طلع ايش قد الرو نصف القطر سميشن فورس باتجاه ال n، هاي ليش دا اسوي على مدى اطلع النورمال فورس يساوي ام اي ان سكوير، ال اي ان شو يساوي؟ في سكوير اوفر رو، في سكوير انا هسه طلعتها 12.13 متر بير سكند على الرو، هاي الكتلة هنا الوزن الشخص واللي هنا الرياكشن فورس، راح يبقى لك عندك فقط الرياكشن فورس اللي انا اريده، وهذا الجواب. وهذا المثال الرابع جدا بسيط، اتمنى انه تقروه. اي استفسار انا حاضر، وان شاء الله كان واضح عندكم. شكرا.